مشاهدينا مكملين معكم ببرنامج على الموعد وضيفتي بها الفكرة الأميرة لميا شهاب الفغالي، واليوم رح نحكي عن شهادة حياة عن نعم القديس شربل. صباح الخير لميا، ويمكن اليوم لأول مرة منك بهيدا الوقت بهيدي الساعة ب 22 الشهر بعناية عند ضريح القديس شربل. خبرينا شوي شو هالعلاقة الوطيدة هالقد مع القديس شربل. مجد لله ودايما لله، ونحن بلا القديسين والعذراء ويسوع ومار شربل ما لنا وجود حقيقه. اليوم بس مثل ما ثاقبت من شهر كنت عم بقول زيت السؤال انه كنت طلع على مار شربل 22، بس كان ثاقبت عندي فحوصات العمليه والفضل ربنا هو اللي كان له وجود فيها. فكنت عم بحكي بتالي لوميير مداخلي، سألني الخوري زيت الشيء قال لي اليوم مش طالعة مار شربل، قلت له لو ساعة 12 بنص الليل أنا طالعة. والحقيقة رح نطلع ساعة 6 ونسمع القداس وناخد بركة مار شربل والعذراء ويسوع. خبرينا هلا صار معنا أعجبتين بالصلاة وبقوة ربنا، واهم شيء مسبحة الوردية والسلام، وهيدي ما لازم تنقام من ايدين حدا. ما بتعرفي قديش في عندها قوة غريبة، شكل شو بتشفي العذراء، وبواسطة اكيد مار شربل اللي هو خلصنا للحياة التانية. في قصة بلشت معي اعجوبة من 3-4 سنين. ثاقبت اخدي جوزي ردته من المستشفى الروم عم بحط هولتر، وصلت على الكرانتينا يعني من مستشفى الروم للخمس دقايق بالسياره، بشوف غيمي هيك انا وعم سوق وصوت بيقول لي رجعي على المستشفى. اول مره رجعي على المستشفى، ثاني مره رجعي على المستشفى. جوزي دغري ببرم السياره وبرجع بيقول لي جوزي خير شو في؟ قلت له رجع على المستشفى. قال لي شو بك؟ قلت له لا رجع على المستشفى. ورجعت على المستشفى، وصلت على الارجنس في الصالون مثل ما بيعرفوا، قربت قلت له بدي اشوف حكيم. قال لي شو في؟ قلت له مزعوجه، يعني شو بدي اقول له؟ في سمعت صوت بيقول لي ارجعي. ما انت ما حاسه شيء، كنت ما في شيء ولا سين ولا وجع ولا اي سمتوم، لا عرق، ما في شيء خالص ابدا. بعد شوي فوتوني بعد ما كنت اخترت نص ساعه، عملوا لي بلشوا دائما التونسيون عادي 1/6، البو نورمال، سكري ما في، حراره ما في. بنوصل انه بيعملوا لي تخطيط القلب وبلشوا يركضوا الحكمه، بس هي اخذت شي ساعه القصه. عم بعمل جرحه ورا جرحه ولا حاسه بولا ولا ولا وجع الا صوت من ربنا بيقول لي ارجعي. المهم بيجيبوا هذا مين بديك؟ قلت لهم دكتور صلاح شويريح اللي كانت جوزي عنده لاول مره بيروح لعنده يعني. فدغري بيجي بيعملوا له تخطيط ترومبونين اي، بيطلع قلبي عم يشتغل 35%، دغري ادميسيون. فمنفوت بلش عادي، انا مش حاسه بشي، من عشيه الحكمه رايحين جايين، حاسه بشي في شي كذا؟ قال لهم لا انا عم بعمل جرحات بس انا مش حاسه بشي. قوة ربنا كانت موجودة. المهم بيحكي جوزي مع سيلفي بأمريكا، بيقول له هيك هيك الحلة عند مرتي، بيقول له طلع هيدي بدها عملية وعم تعمل كل هالجرحات، معناتها عندها شيء كتير خطر، وب 35% القلب عم يشتغل، أكيد ما بتهدي بالعملية، بدها تموت فيها. بخبرني جوزي بعمل مسبحة الوردية ومسبحة السلام، وبطلب من ربنا انه تكون الامور تمرق على سلامه لحديت ما بنتي تعمل فحص. كان بعد بجمعه بنتي بدها تعمل تقدم على الحقوق على الاستئناف، وهذا بيعملوه مره بالسنه، وتاني سنه بصير عندها شانس اقل لانه بصير في عدد اكبر اكسترا. واذا لحق وصار الشيء اكيد ما فيها هي تقدر تخلص، يعني رح تسقط بفحصها. فبقوم تاني نهار الصبح بيجي الحكيم، هو عم يعمل الايكو، بقول لي رح نعمل ايكو ميل وعمليه، بكون عاطيني موافقه 10 ايام. وقت بيجي بيعمل الايكو بيطلع 45، انه ب 24 ساعه يطلع 10%، انه في شيء مش طبيعي. هو عم بقول هيك 45، بقول له ميرسي مون ديو، ميرسي يا عذرا، ميرسي مار شربل. قال لي وانا؟ قلت له اكيد انت ميرسي دكتور، ما فينا غنى عنك يعني.
بنفوت بنعمل الميل، هو عم بفوت اول جير ايه اللي مفتوح، كان صرخة لا إرادية، ميرسي موديو، بفوت تاني ميرسي عذرا، تالت جير ميرسي مارشال، باللي ومفلي ما بك شيء. بس انا ما عم بفهم كيف انت فتي، كيف طلعتي، كيف هالجرحات هاللي كانت يعني لازم تعمل لك عطب قوي، كيف قال لك عم يشتغل 35% وانت كل شيء مفتوح عندك؟ ميرسي مونتيو. قلنا له ميرسي مون ديو خلينا بنقول ورحنا على البيت. بس وما انا اضطريتي عدتي تعملي عملية ولا شي خلاص. ولا شيء، بس انا طلبت انه بنتي تقدم الفحص. وصلت الجمعة من عشية ساعة 4 الصبح، وجع قوي بشكل شي مش طبيعي على صدري وعلى قلبي وظهري. فباخد التنسيون، بتطلع التنسيون 8/5، البو 42 43، بها بصلي بايدي على وجهي، مسبحة السلام اكيد، مسبحة الوردية، وبطلب انه بنتي تعمل الفحص ولتكن مشيئتك. ف وبقوم الصبح دغري ساعة 7 بودعون بلبوسهم، بضوي لها شمعة لبنتي، وبمسك السيارة بطير فيها على مستشفى الروم، بوصل ب 7 سور 4 تنسيون بو وانت 38 برحتي 40. أنا عم سوق، أنا لحالي ما معي حدا. فكيف ما كيف قلت لهم خلص دقوا لدكتور شويري وأنا خلص جاهزة وصلت للعملية. لهون. فببلشوا بمصل وما مصل وأدوية وهيدا. ساعة وحدة بتدق لي بنتي، بتقول لي عملت كتير منيح، نجحت. فبقول له ميرسي موديو، ميرسي عذرا، ميرسي مارشربيل، لتكن مشيئتك. فتي على العملية. 5 دقايق راح كل شيء، اوف. ما عاد في شيء. سليم على اسمه، لتكن مشيئتك، قرر هو يخليني على الحياة. المهم بترجع بتمرق القصة من 2 شهر هلا، هلا مرق 4 سنين ما عاد ما حسيتوا حشي. وانا ولا شيء، الايكو كارديو وبتعملي 35%، كل الوقت كل شيء تشيك كل اب شيء وكله. تشيك اب كل شيء، بس انا عندي الفنتريكول جوش بلوكي وقلبي بيشتغل 35%. وما بده ما عملية. بده عملية، ماشي بعدنا على الادوية، بحطوا بطارية اذا صار في ديفيسيت بيس ميكر. ف من 4 اشهر بعمل تشيك اب، قلبي عم يشتغل 35%، فنتريكول جوش بلوكي على الايكو كذا، دايما تشيك اب بعمل هيدا. من 2 شهر فبحس اجري ورمت شوي، اجر وحده الشمال، فبصير راقبه على 2 شهر ما عم تورم. من عشيه بنام، بقوم الصبح صار جوزي قال لي لا يمكن هيدا اكيد على النصاحه، على التقل، على كذا، يمكن فكشتي. بنتي حكيمه تقول لي اكيد فكشتي اجرك يا عمي، الواحد ما بحس، مش معقوله. بالنتيجة قلت لا، لازم الواحد يشوف. بروح على المستشفى الروم، بشوف الدكتور ميشيل فغالي صاحبنا، بقول لي هيدي في لها 5 احتمالات، يا فلابيت، يا فاريس، يا قلب، يا كلاوي، يا ديسك. قلت له الخمسة موجودين، لنبلش. ما نبلش فاريس ما في شيء، فلابيت ما في شيء، بنروح عند دكتور شويري لنعمل ايكو كارديو. وانا من 2 شهر عاملة إيه، بيطلع قلبي عم يشتغل 52 على 56%. بينقص، قال لي شو صار؟ قلت له والله ما بعرف، بس طلب مني دكتور فغالي ارجع اعمل. مع العلم قال لي من 2 شهر عملتيها كان 35، لكن خليك على الادويه، الادويه نفعوا. الحقيقه هي قوه ربنا كانت عم تتدخل بي. ضروري. انا 52 56% ما فينا اعمل عمليه، 35% ب 52 57 فينا اعمل عمليه، ب 35% ما فينا اعمل عمليه. رحنا عم نعمل للكلاوي، بتطلع المفاجاه عندي كانسر بالكلوي 3.5 بار 3.5 بار 3 عماله الشمال، كانسر على البومو دو 1 سنتي، عندي بنكرياتيت قويه كتير مع سوسبكسيون انه كانسير، الفوا غريسو كذلك القمر. ف دغري اكيد بنت عم تجيب النتيجه، بتكون عم تبكي هي هيدا. قلت لها ما حدا بيبكي الا على راس الميت، انا عايشه وبقوه الله رح ضل عايشه. كان عندي ثقه بربنا ما حدا بيعرفها قديش كانت قويه. ف وكنت عندي جبروت كان كثير قوي، ايمان كثير قوي، عارفه انه الله معي. فرحنا شفنا الاونكولوج وهي عم بتفحص وكذا، قال بدنا نشوف البنومو، بدنا نشوف البنكرياس، ايه خرشي الكلوي. ايه
كانت الجمعة جمعة مار شربل بريح وقتها بتموز، وأنا كل جمعة بطلع لفوق وبصلي. مار شربل بحبه من زمان وجر، وبحب وجه شكر لصاحبتي اسمها تريز عيراني، هالفضلة صرت أطلع كل فندو. أنا كنت صلي دايما لمار شربل وأطلع ونزور، بس لو فندو صرت أطلع صيف شتي تحت التلج تحت الواحد، صرت دايما أطلع. النتيجة رحنا شفنا الحكمة، عملنا مجمع أطباء تبع البنومو بيقول لي بدك تعملي برفيزيون مع ليزر ونعمل جلسين شيميو. بروح عند تبع البنكريا بيقول لي دكتور سيزاري ريبوتيديو بيقول لي بدك نعمل ايكو لاباروسكوبيك، كانت هالقد تخنة، فبدنا نعمل 10 جلسات شيميو وبعدين اخر شيء بنحكي بالكلوي. بنقول اوكي. بلشنا قبل ما نبلش بالفحوصات، نهار السبت بدي ايه بنتي جايه الاحد، فاكون رح اكون مشغوله نهار احد عيد مار شربل، فبوم السبت بقول له اطلع على مار شربل، مش معقوله اقطع العيد من دون ما ازوره. بسأل صاحبتي تقلي مشغولة، التانية التالتة قلت لهم بدي أطلع لو شو ما كان. أنا واصلة على جبال بدي أقول لي بنتي أنسان، بتقلي شو عاملة؟ قلت لها طالعة على جبال. قلت لي أنا بكفر عبيدة، قلت لها جو تبران. رحت جبتها وطلعنا على مار شربل. دايما الساعة 6 في قداس، بس ليلة عيد مار شربل الظاهر في ساعة 5 عاملين قداس، وساعة 7 قداس احتفالي، وساعة 6 كان بعتقد تلميار عم تنقل مباشرة شيء من هونيك مع الصلوات وأشياء. هلا نحن مش عارفين، فتنا زرنا عم نوصل على الكنيسة، العالم طالع قال سوري ما في هلا قديس، القديس الساعة 7. وبنتي مشغولة ناطرنا، قعدنا تحت الشجرة. قلت لها بسيطة، نحن زرنا وكنا حابين ان نسمع قديس، بس قال المسيح حسب نواياكم ترزقون. وما لحقت خلصت كلمة نواياكم ترزقون، بس مع الخوري عم بلش بالقداس، والخوري ما معه خبر انه تلميار عم ينقل. منفوت على الكنيسة منصلي، بطلب من ربنا ومن مار شربل انه يروح الميتاستاز. ليش ما طلبت يروح الكانسير؟ يمكن لانه المسيح كمان اتألم، ما بعرف، يمكن حبيت هيدا، بس طلبت انه روح بس الميتاستاز. النتيجة كملنا، رجعت كل شيء، تليت عم بعمل الفحوصات باتسكان، أنا ما أخذت ولا دواء ما أخذت شيء. بتطلع النتيجة ما في إلا بس على الكلوي، مو بقى في شيء على البومو، البنكريا ما في، الرام ما في، هيدا الفوا ما في. الأونكولوج بتنقص كلها سوا، بتتصل بدكتور محمد حيدر بتقول له مش معقول أنا يعني في الفيديو، وين الفيديو؟ شوف تأكد. قال له يا عم تأكد من الفيديو، بس مش عم شوف ولا كانسر على البومو ولا بالبنكرياس، والبنكرياس كتير نورمال مش مبينة خالصة. قال طيب نعمل سكان انجكتي ومليمتر. عملنا سكان انجكتي كمان مختفية، يقارنوا الاثنين الفيديوهات كمان ما يلقوا. عملنا ام ار اي كمان، بالام ار اي ما بقى في شيء، اختفت. بين اول فيديو الاول بات سكان وبين فردون بين الانجيو سكان والبات سكان والام ار اي والانجيو سكان اختفوا كل شيء. هيدي كلها وقتها قبل ما اروح على مار شربل وارجع. هلا بتكمل القصه، فمنتقب انه رح نقرب على الفندو، عم نحضر الام ار اي وكل شيء. في الحكيم تبع الجامعه، بنتي بالجامعه بتعرفنا على حكيم، فبتصير تاخر بدي اعمل الموافقه النقابه وكل ما كانت تخلص الموافقه. بالنتيجه بصير في تعرقل منا، بطلع على مار شربل الخميس هاللي ما بقدر روحها بكره لان كان عندي اجتماع مع كل شيء في حكمه لاجيب كليرنس واشياء. وبطلب من مار شربل من عشي لوفاندو مثل ما قلت لك انه ان كانت الخير العمليه تنعمل، ان مش لخير ما تنعمل. كان الحكيم بده يعمل لي اياها ترانسفيرسال ايم شقفه، وهيدي العمليه خطره لان بينها وبين السينوس في 3 مليمات، دونك كثير صعبه انه تنعمل وتنجح.
لانه اذا لحق دق فيها بعمل انا ميتاستاز، واذا ما دقت بنعطي بغير اشياء. بالنتيجه قلت لهم لا، بنفضل انه تنقيم كلها. الحكيم رفض، فكانت عم تتعرقل، ما كانت تجي الموافقه، ما كانت تنعمل اي شيء، كانت كلها معرقله. فعرفت انه هي اشاره من ربنا انه مارش هربل بده يعرق لي اياها علشان ما اعملها بالطريقه هناك. رحت على المستشفى الروم، حكيت مع بنت عمتي، ب5 دقائق عرفتنا على الحكيم، قال لي بنقيمها كلها سوا. ب5 دقائق وافقت، مشوا الوراق، الاسيرانس، كل شيء، وافقت، ما في فروقات، ما دفعت ولا فرنك. الاهم من كل شيء، انعملت العمليه مع ستم، مع السسوان، مع الشيميو، مع استراديو ثيرابي. ايد الله كان عندي قوه غريبه الشكل، لحتى انا طلعت من العمليه اجوا عم بيعطوني دولوزال للوجع، لانه رجعوا شقوا وسحبوها. قلت لهم ماني موجوعه، ماكده، قلت لهم خلوها للناس يكونوا موجوعين، مش موجوعه، ما حسيت بوجع، قوه ربنا ما كانت موجوده. ما بعرف، ما فيني الا اشكر ربنا وعذرا ويسوع ومرشربي هاللي كانوا واقفين حدي. وان شاء الله كل محتاج يوصل له ويشفى وما يضل في مريض على وجه الارض. يعني لم ما بقدر ازيد ولا كلمه. نعم ربنا كثير كبيره، وما بعتقد بميز بين شخص وشخص. ايام كثير بيتساءلوا ليش هيدا الشخص اخذ النعمه وهيداك لا. انا رح اجاوبك ليش صارت معي. انا كان جوزي مرتين خلصته من الموت، مره بكريزه قلب ومره امبارح ببنكرياتيت. فكنت دائما اقول له انا الله اعطيني قوه اقدر خلصك، يعني جون بانيك با، بقدر افكر بالطريقه الصحيحه، بس مين بده يخلصني؟ اجيني الجواب ربنا بيخلصني اكيد. فاللي بينتكل على ربنا ما تفكروا صحيح. حدا صحيح. بيوقف بدربه صحيح. ربنا موجود، نتكلوا على ربنا، اطلبوا تجدوا، اهم شيء صلوا الصلاه اي وقت. بالسياره فيكم تصلوا، انا بالمسبح الوردي بقولها بالسياره، الشكر تبع ربنا بالسياره، الظهر تسبيح الملائكه تبع العذراء كمان، اي ساعه فينا نصلي باخويه، لا قبل ما ننام كلمه شكر لربنا، اهم شيء ما بيأثر 100% 100%. مش مطلوب انه واحد ما يعمل شيء، يقعد بس يتفضى انه يكون قاعد عم يصلي. لعمل الخير بيقدر الواحد يعمل عمل خير، بيقدر يساعد، بيقدر اذا شاف فقير يقدر يعطيه ليرة، 1000 ليرة، بيقدر اذا واحد معه خبزه يقصها بالنص ويطعميه، بيقدر اذا شاف ختيار عم يوقع يحمله صح. يقدر يعطيه محله. هيدي كلها صلاة. هي كلها صلاة صح. بالاعمال الله بيساعدنا، وهيدي كلها الله بشوفها. وما تفكروا عنا زواد كبيرة فوق من اشياء صغيرة. انا بقول لهم لي بتيت جراس فون لو بونور، ما حدا بيصدق. نعمه صغيره الله بيعطينا نعمه. اشاره انا اجري كانت ورماني ليدلني انه معي كانسر، واجري بعدها ورماني، راح الكانسر بس اجري ورماني. فهيدي كانت اشاره ربنا، غيمه اعطتني اشاره. فاشاير صغار الواحد لازم ينتبه لها، هو النعم من عند ربنا بيعطينا اياها ليوصلنا على الطريق الصحيح. امين يا رب، امنت باسمك. امين يا رب. وان شاء الله يا رب برجع بقول لك كل محتاج ربنا عن جد ينعم عليه. هي الحياة حلوة بس واحد يعيشها طبعا بوصايا ربنا، بقناعة بقناعة بقناعة. للأسف خصوصا يعني بهالأيام، خصوصا بهالأيام بده يكون في عنا قناعة، وبدنا ما في بعتقد غير انه الصلاة رح خلي تساعدنا انه نقدر نتخطى هالمرحلة الصعبة، لأنه عن جد مرحلة صعبة. ولازم الناس من قلبهم ولازم نضلنا متفائلين. نحن بألف خير، لو في صعوبات بنتخطيها صح. ما في شيء يضل الواحد يضل يقول الدنيا سوداء، لا صح. الدنيا بيضاء اذا نحن شفناها بعيون بيض صح. والدنيا بتسود اذا ضلينا حاطين كل النيجاتيفيتي قدامنا. الفوائد بوزيتيف دون لا في، لانه غير بالبوزيتيفيتي لو اشياء صغيره بنقدر نشوفها بتجمل الحياه. والقناعه كنز لا يفنى مظبوط، والصبر مفتاح البلد. مبروك. ميرسي لك. وان شاء الله دائما بشفاعه مار شربل تضلي عندك هالقوه وهالقناعه التامه انه ربنا دائما معنا. كتر خير ربنا. شكرا لك لاميا. مجد لله. ومره ميرسي لك. مبروك. ثانك يو. مشاهدينا بريك وبنكمل معكم.